السادة الحضور، مع كلمة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي، سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية، معالي السيد الدكتور الداه ولد سيدي عمر طالب وزير الأوقاف الموريتاني، أصحاب السعادة والمعالي والفخامة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فباسم الأزهر الشريف تلكم المنارة التي يهتدي بنورها الداعون للتعايش السلمي بين البشر، أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي رعى هذا المؤتمر رعاية كريمة، مقدرين ومثمنين دوره الكبير في الدعوة لنشر الفهم الصحيح لحقائق الإسلام. وأود أن أنقل إليكم في بداية حديثي باقة من التحايا العطرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه، والذي يتمنى لكم وللإنسانية جمعاء دوام العناية والتوفيق من الله تعالى. ويأتي هذا اللقاء في هذه الآونة ليعزز المفاهيم الصحيحة التي تؤسس لبناء الدول الآمنة والمطمئنة والمستقرة، ويفند مفاهيم الجماعات المتطرفة التي تهدف إلى عدم الاستقرار والإرهاب والتأخر عن ركب الحضارة وصولاً إلى تفكيك الدول وهدم الأوطان. ومن ثم طرزت كلمتي بمعالم من فقه التعايش السلمي وأثر ذلك في بناء الدول واستقرار الأوطان. والتعايش السلمي الذي نقصده ونؤكد عليه هو القائم على دعائم المسالمة والأمان والاطمئنان وقبول الآخر مع اختلاف معتقداته، وفي ذات الوقت يمنح كافة الحقوق بالبر والقسط والعدل والحفاظ على كرامته. وقد جاءت دعوة القرآن الكريم الذي يمثل دستور المسلمين بنداء صريح إلى الناس بالتعايش والتقارب والتعارف، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولم تكن دعوة الإسلام إلى هذا التعايش دعوة مجردة من الأسس، بل أسس لها تأسيسا محكما دقيقا. ومن أهم هذه الأسس أولا أساس الوحدة الإنسانية، حيث إن الوحدة الإنسانية تحتم علينا أني أخ للآخر وهو أخ لي. ومن حقوق هذه الأخوة قبوله وضمان حقوقه وحريته وكرامته. وقد أكد القرآن الكريم هذه الوحدة فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثانيا أساس حرية الاعتقاد، فالحقيقة الثابتة دينيا وتاريخيا التي لا ينكرها إلا جاهل أو حاقد أو مبغض أن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه، بل كفل له حرية الاعتقاد وضمن له الحياة الآمنة المطمئنة وسمح له بممارسة طقوسه الدينية وإقامة شعائره، وأعلنها القرآن الكريم مدوية لا مراء فيها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
ويمثل نبي الرحمة هذا الأساس في الواقع، حيث نص في وثيقة المدينة المنورة على ضرورة التعايش السلمي مع الآخر على اختلاف دينه وعرقه ونسبه على أساس حرية العقيدة والرأي وضمان الحماية والحقوق والرعاية. والتاريخ الإسلامي حافل بالوقائع والأحداث التي تؤكد سماحة المسلمين مع غيرهم يضيق الزمان عن عدها فضلاً عن حصرها. ثالثاً، أساس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. لقد ثمن القرآن الكريم قيمة العدل والمساواة بين البشر جميعاً دون ما تفرقة أو عنصرية بغيضة على أي حساب، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأكد القرآن أيضا أن قيمة العدل من أعظم القيم التي تبنى عليها الدول والأوطان، وذلك بداية من مبدأ سيادة القانون واحترام ما نص عليه. ونصت القواعد الشرعية على أن المشروط شرطا كالمشروع شرعا، ويعد هذا من أسس بناء الدول الحديثة. ولذا قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. رابعا، أساس السلام العالمي ألا محدود. وقد أقام الإسلام نوعا من العلاقات الدولية مرتكزا على قاعدتين أساسيتين. الأولى في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والأخرى في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فمفهوم السلام في ديننا الإسلامي مفهوم لا محدود جامع لمعاني السلام والسلامة، السلم والسلامة، والأمن والاطمئنان والمودة والبر والقسط مع النفس والغير. وكل هذه المعاني يقف العالم اليوم متعطشاً لواحدة من مفرداتها مطبقة أو مترجمة في أرض الواقع. والجدير بالذكر أن الجماعات المتطرفة تغض الطرف عن هذا المفهوم متشبثة بضرورة الصدام والصراع مع الآخر. ومن العجب أنها تقدم نفسها مع هذا الفهم السقيم على أنها وحدها تمثل الفهم الصحيح للإسلام، والواقع أنها ليست كذلك، إذ البون بين فقهها وفقه الدولة كبير يمكن إيجازه فيما يلي. أولاً، يهدف فقه الدولة إلى إرساء المصلحة، في حين يقتصر فقه الجماعة على ترسيخ مصالح تلك الجماعات فقط. ثانياً، يفتح فقه الدولة آفاق التواصل بين المجتمعات في صورة واحدة واضحة، في حين يحافظ فقه ويتصف فقه الجماعات بالجمود والتطرف والانغلاق. ثالثاً، فقه الدولة قائم على احترام قانون الدولة وسيادته، محافظاً على الوطن، بخلاف فقه الجماعة الذي يقوم على احترام آراء الجماعة فقط، مفتقداً الولاء للوطن وللدولة. رابعاً، فقه الدولة قائم على التعددية، بينما فقه الجماعات قائم على أحادية الرأي. خامساً، فقه الدولة يراعي المشتركات الإنسانية، بخلاف فقه الجماعات فإنه يراعي ما تؤمن به الجماعات فقط دون أي اعتبارات. وأخيراً، فقه الدولة قائم على الحفاظ على الأوطان، بخلاف فقه الجماعات فإنه قائم على الحفاظ على الجماعة وحدها. ولعل هذه الأفكار المغلوطة أدت إلى وقوع تلك الجماعات نتيجة أمور متنوعة ومتعددة، يأتي على رأسها جهلهم بمقاصد الشرع وأحكام الدين ومآلات الأمور، فضلاً عن التعصب للرأي الذي تتبناه تلك الجماعات. أيها السادة الحضور، لكل هذا أدرك الأزهر الشريف أهمية فقه التعايش السلمي وأثر ذلك في بناء الدول والأوطان من أجل ترسيخ الفهم الوسطي لتعاليم الإسلام والعمل على تعزيزه في العصر الحديث. فكانت اللقاءات والمؤتمرات المتعددة في الداخل والخارج، ومن بينها مؤتمر السلام العالمي
والذي عقد في إبريل 2017 بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وفيه قال فضيلة الإمام الأكبر: وفي القرآن الكريم الذي يتلوه المسلمون صباح مساء نقرأ قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما نقرأ في باب التعارف والتراحم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالأزهر يحمل قيم السلام والتعايش المشترك لعلمه بأن ذلك يسهم في بناء الدول ويقيم الأوطان. وهذا ما حدا بالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أن يقوم بالجلالات المتعددة واللقاءات المتنوعة والتي ترجمت في العديد من المؤتمرات الدولية والتي عقدها الأزهر الشريف للحوار بين أتباع الأديان أو شارك فيه فضيلة الإمام، وكذلك من خلال هذه الوثيقة التي جاءت تتويجا لذلك والتي تعرف بوثيقة الأخوة. ختاما، علينا المزيد من التكاتف من أجل عرض خصائص الشريعة الإسلامية الغراء والعمل على تكفيف منابع الأفكار المتطرفة ومحاصرتها للقضاء عليها، والعمل أيضا في الوقت ذاته على ترجمة ما نتواصى به في لقاءاتنا وما يتكامل به أفكارنا على أرض الواقع بصورة عاجلة يفرضها ما نتطلع إليه من آمال وما نعانيه من آلام، لعل هذا الفهم يسهم مرة أخرى في إحياء الأوطان وبناء الدول والأمم والشعوب. أشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.